حياكم الله مشاهدينا الكرام. مجددا، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على مدى 3 أيام نظمت فعالية هاكاثون ساس 48 في نسختها 6. الفعالية كانت مخصصة للتقنيات الخضراء بمشاركة 117 متنافس شكلوا 21 فريق. سنقترب من هذه الفعالية وفكرتها وأهمية وجودها ونتائجها، ثم سنلتقي بأحد الفائزين وتحديدا الفائز بالمركز الأول في هاكاثون ساس 48 في نسخته 6. أرحب باسمكم جميعا بالأستاذ حمود بن داود الحمدان، مدير دائرة تنمية البيئة التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، حياك الله. يا مرحبا وسهلا. وأيضا نرحب بالفريق الفائز بالمركز الأول في هاكاثون ساس 48 في نسخته 6، الأستاذ سعيد بن عبد الغفور سيف الدين. مساء الخير ونبارك لكم الفوز. مساء النور وحياك الله. حياكم الله. الله يبارك فيك يا رب. أبدا معك أستاذ حمود، إيش فكرة الهاكاثون؟ ليش الحرص سنة بعد سنة من قبلكم في الوزارة، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تنظيمه؟ الحمد لله، هذه كان النسخة السادسة للهاكاثون، والفكرة في 48 ساعة كيف ممكن أن فرق تدخل بأفكارها وكيف ممكن تحولها إلى نماذج قابلة للتطبيق. ممتاز. يتم تقييمها، يحصلوا على يعني آراء الموجهين والخبراء اللي في المجال. فهذا النسخة ركزنا على التقنيات الخضراء، وهي أحد المبادرات اللي نحن نركز فيها لجذب الشباب للمجال التقني وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق. وليش اخترتم التقنية الخضراء؟ هي من المجالات اللي جدا متقدمة في الوقت الحاضر. صحيح. وأيضا تأثيرات البيئية المتغيرة وتأثيرات الكثيرة الموجودة في العالم، وأيضا التوجه الاقتصادي لأهمية التقنيات الخضراء. ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أيضا شريك أساس في تحقيق الحياد الصفري الكربوني. بالضبط. فهذه واحدة من الأفكار. بالضبط. بالنسبة لكم سعيد، كيف وجدت الفرصة، كيف وجدت الهاكاثون؟ ما شاء الله. أولا أحب أشكر وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على المبادرة الطيبة هذه، وأتمنى أنها تكون مبادرة مستمرة إن شاء الله. إن شاء الله. 48 ساعة من الهاكاثون جدا صعب أنك تجلس وتسوي هاك لفكرة معينة. والفكرة اللي اخترناها كانت فكرة أنه ألواح شمسية آلية التنظيف أو ذاتية التنظيف. يعني هذه الفكرة ما كانت موجودة من قبل، أنتوا ذكرتوها وقت الهاكاثون كذا الفكرة؟ بالفعل. وعادة في أفكار، في يعني أدوات تنظيف موجودة حاليا في السوق، بس هي معقدة وجدا غالية، أو العمل عليها تكون جدا مكلف. فالطريقة اللي نحن جبناها أنه تكون هي آلية التنظيف، ما يحتاج تدخل بشري بطريقة يعني كيف؟ مانيول. حلوة الفكرة. كيف الفكرة؟ هي نفس فكرة الوايبر مال السيارات اللي هي تنظف الزجاج الأمامي. أيوة. تقريبا نفس الفكرة، إن وايبر تكون تنظف السولار بس بانل. السيارة يحتاج تدخل بشري، وهناك الفكرة نفس الشيء. هنا ما بيحتاج، هنا فيها سنسرز ومايكرو كنترولرز. تقدر تكتشف إنه الكفاءة نقصت، سواء كان عن طريق الغبار أو عن طريق الله يعزك فضلات الطيور أو ما شابه، فيعرف إنه الكفاءة نزلت، فأوتوماتيكلي يبدأ ينظف نفسه أول ما الكفاءة تبدأ تنزل. والحمد لله رب العالمين، نحن اشتركنا نفسي مع شركة ثانية من هاكاثون ثاني تعرفنا عليهم، كانوا مخترعين مادة بالنانو تكنولوجي إنها تنظف السولار بانل من دون ما تخدشها أو يعني تسوي لها دامج. ممتاز. ليش اخترتم هذه الفكرة أستاذ؟ ليش الفريق لجنة التحكيم اختارت هذه الفكرة بالذات؟ طبعا الأخ سعيد كان هو اللي مقدم الفكرة، فكان من طاقته وحماسته وفهمه. ما شاء الله يبان عليه. وتعمقه في الفكرة، والعمل اللي صار في 48 ساعة أثبت جدار هي الفكرة في الفريق. الحين أنتم ما تخبرهم من قبل بمجال التنافس؟ وقت إعلان المسابقة ذكرنا أنه هو التقنيات الخضراء. ذكرنا أنه في 4 قطاعات، قطاع اللوجستي، الزراعة والأمن الغذائي، قطاع الطاقة المتجددة، وأيضا قطاع البيئي. وأيضا عرضنا للمشاركين مجموعة تحديات موجودة في شركات مختلفة، فهم عندهم الخيار يأخذوا هذه التحديات أو يجيبوا تحديات أفكارهم اللي هم يريدوا يطبقوها. ممتاز. ولجنة التحكيم بعد ما قيمت كل المشاريع رأيت أن هذا أفضل مشروع، أنه يستحق يكون المركز الأول. طيب، وبعد ذلك بعد ما حصلوا على المركز الأول، إيش الدعم اللي يقدم لهم من الشركاء من وزارة النقل أيضا؟ طيب، نحن في كل النسخ السابقة وخاصة النسخة هذه نحن راح نتابع الفرق اللي فازت في المراكز الثلاثة الأولى. طيب. وأيضا في 4 فرق فازت في كل قطاع، يعني مجموع 7 فرق، بس التركيز على الثلاثة الأول، فهم بيحصلوا متابعة لمدة 6 أشهر بشكل مباشر على استكمال المشروع. مثلا يريد يتواصل مع الجهات المعنيه، يريد يحصلوا برنامج مخصص
لتحويل الفكرة إلى فكرة تجارية قابلة للتطبيق ودخول السوق. ممكن يعني الفكرة موجودة يعني بدعم مادي مثلاً تنسيق مع الشركات؟ يعني مثلاً عندنا مجموعة من الشركاء اللي كرعاة دخلوا معنا في المسابقة، كل من هذا الرعاية الموجودة ممكن نساهم في تطبيق الاحتياجات المختلفة اللي موجودة لها الأفكار. نعم. طيب لأن الفكرة سيد سعيد يعني فكرتكم قابلة للتطبيق وتحويلها إلى خط تجاري؟ بالفعل هي فكرة قابلة للتطبيع، وكان من ضمن متطلبات الهاكاثون أنه مش أنها تكون مجرد فكرة فقط، بل يمكن تطبيقها في أرض الواقع. فاللي هو سوينا نموذج عملي وعرضناها للمحكمين وبالفعل وعجبهم الفكرة. والجدير بالذكر أنه كان يوم الجمعة والخميس المحلات مسكرة، فرجعنا البيت عشان نسوي النموذج الأولي، خذينا اللي موجود في البيت وسوينا البروتوتايب سريع خلال أقل من 8 ساعات، والحمد لله رب العالمين جينا عرضنا عليه واللجنة المحكمة عجبهم الفكرة الحمد لله. هي يعني على المستوى العالمي المعروف أن الألواح الشمسية غالية مكلفة يعني، فهل فكرتكم بتضيف تكلفة إضافية أيضا إلى هذه التكلفة؟ هي الميزة أنه التنظيف الألواح الشمسية صح أنها غالية لكن تعيد على نفسها أنها بإنتاج الطاقة، لكن للأسف الشديد تنظيف الألواح هذه قد تكون مكلفة بعض الشيء، خاصة لما تروح على اللي هو يسموه الميجا وات بلانتس. فالفكرة أنه فقط نحن مجرد نضيف عليها كت بسيط وتقوم بتنظيفها، ويوفر عليك الأموال اللي بتبذرها أو اللي بتنفذها في تنظيف هذه الألواح. نعم. الآن مشروعكم يعني يحظى بملكية فكرية خاصة به، يعني أنتم سجلتم ملكية فكرية لمشروعكم أول خطوات على الأقل عشان تضمنوا الفكرة أن يعني تكون ملك حالكم؟ الفكرة أمس فقط كانت وليدة لحظة، في إن شاء الله الخطة جاية إنه إن شاء الله بتكون في براءة اختراع هذا. ممتاز. طيب وإيش المراحل القادمة؟ إيش فكرتكم في المستقبل العمل في هذا المشروع عشان ينتج تجاريا الدعم المباشر موجود؟ الحمد لله من فائدة الهاكاثونات هذه إن نحن نتعرف على ناس والناس تبدي اهتمامها للمنتج هذا. فبالفعل امس يعني حصلنا كم واحد مهتمين، فقالوا له تعال عندنا الواح شمسيه جيبوا فكرتكم طبقوها عندنا، فان شاء الله بنكون نبدا معهم نطبق التجربه الاوليه ثم ناخذ التصاريح اللازمه عشان نبدا نسوي على سكيل اكبر ان شاء الله. بالنسبه لباقي الفرق باقي الافكار اللي حققت مراكز متقدمه ايش طبيعه افكارها بعد؟ مثلا في المركز الثاني كان فريق ثروه، فكرتهم ان كيف ممكن عدم مثلا توفير البقايا الطعام وتوصيله الى المؤسسات اللي ممكن تعمل اعاده تدويرها. ممتاز. فبدل ما تكون تذهب يكون في نوع من الاقتصاد الدائري. الفكره الثالثه كانت انتراش اي فريق ركز على حاويه القمامه، كيف ممكن يتأكدوا متى تكون ممتلئة، متى تكون يعني تحتاج الشركات أو الشاحنات النقل، بدل ما كل مرة الشاحنات تيجي يمكن ممتلئة أو غير ممتلئة يكون بشكل منظم ويساعد في تقليل الانبعاثات. فكرة. أنتوا طرحتوا المشكلة والفكرة هم يوجدوا حلول. بالضبط. أيوة. ومثلا شركة بيئة كانت موجودة وحتى كان أعطوا اهتمام كبير في التحديات البيئية وساعدت الفريق في التعرف على التحديات الحقيقية الموجودة مثلا. نعم. طيب بالنسبة لابتكاركم سعيد، إيش التحديات اللي تواجهه في الظروف البيئية؟ أمطار، رياح، شمس قوية، ممكن أن يعمل في هذه الظروف؟ أيوة. فالتحديات اللي نواجهها هنا في عمان الغبار والله يعزك الفضلات الطيور. هذا أهم تحديان بيجي. طيب فكرة الأمطار، الحرارة القوية ما تحدي؟ الحرارة القوية هي تحدي لكن مش تحدي مثل ما الغبار، لأن الغبار ممكن فقط 10 غرام من الغبار لو وزعناه على اللوحة الشمسية هذه تقدر تنقص من 20 إلى 30% من تاجات اللوحة هذه. فإذا هي وطبعا تحتاج تنظيف باستمرار بهذه الآلية بتكون هي يعني آلية التنظيف، التكلفة هذه كلها تروح وإنتاجية الطاقة بتكون مستمرة موجودة، ما في اللي يسموه داون تايم، ما في. طيب من ناحية العملية التقنية يعني ابتكاركم كيف يشتغل بالطاقة الشمسية بعد؟ الحين نحن في البداية كنا مفكرين انه نحط فيها بطارية، البطارية طبعا الطاقة الشمسية تشحن البطارية ومتى ما تحتاج تنظف بتستخدم البطارية. طيب. لكن فيما بعد فكرنا انه البطارية بتكون مكلفة، وإذا بنسويها على ألواح كثيرة بتكون يعني التكلفة بتتزايد معها. ففكرنا في شيء اللي هو أرخص اللي هو سوبر كاباستر. فاللوحة الشمسية بتعبي السوبر كاباستر وتخليها معباة.
والبقية الطاقة طبعا تروح في الـ 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 في الجريد. فأول ما تحتاج أنها تنظف نفسها تستخدم الطاقة اللي موجودة في السوبر كاباسترز وتبدأ تنظف نفسها آليا. معناتها تحتاج صيانة؟ لا ما بتحتاج صيانة إن شاء الله. الصيانة بتكون صيانة سنوية، وصيانة طبعا نحن إن شاء الله بنتكلف فيها. ممتاز. والهدف من كل هذا أنه نستغنى عن صيانة الألواح الشمسية وتنظيفها بشكل جذري يعني إن شاء الله. من واقع خبرتكم سيد حمود، يعني من الممكن إيجاد خط تجاري وإنتاج لفكرة الشباب من ناحية التجارية؟ بالفعل كما ذكرت أنه يعني طبيعة هذه الأفكار موجودة عالميا. هي طريقة الاختلاف في التطبيق، في الهندسة، في طريقة التصميم، وهذا الميزة اللي ممكن اللي يتقدموا فيها الشباب. فوجود تطبيقات عملية، خروج هذا المنتج إلى المنتج النهائي يدخل السوق، شيء قابل للتطبيق بشكل مباشر. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله نشوف مشروعكم على أرض الواقع. وأيضا أكدت أستاذ حمود العمل إن شاء الله على دعم كل هذه الأفكار حتى ترى النور على أرض الواقع إن شاء بإذن الله. بإذن الله. المستقبل إيش يقول إن شاء الله؟ في أفكار أخرى؟ في أفكار كثيرة فإن شاء الله، لكن أعتقد المشروع مالنا الستيلا بتكون قيد التنفيذ، وإن شاء الله بترى النور في مش فقط في عمان، لكن ان شاء الله بيكون منتج نطلق فيه الى العالم كله ان شاء الله. مسموح لهم يشاركوا في هاكاثون 7 ان شاء الله؟ يعتمد اذا سعيد معهم ولا لا. شكرا لوجودكم معنا الاستاذ حمود بن داود الحمدان، مدير دائره تنميه البيئه التقنيه بوزاره النقل والاتصالات وتقنيه المعلومات. شكرا لك ايضا الفريق الفائز بالمركز الاول في هاكاثون ساس 48 في نسخته السادسه الاستاذ سعيد بن عبد الغفور سيف الدين، شكرا جزيلا لك. بارك الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا موصول لكم جميعا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعه لامسيه الليله من برنامج من عمان. ان شاء الله وفقنا في امتاعكم وافادتكم. ينتظركم يوم عمل دؤوب متواصل لخدمه عمان ورفعتها وتطورها في مسيره متواصله في ظل نهضه متجددة تسعى لرقي عمان أرضا وإنسانا في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. شكرا لكم جميعا لطيب المتابعة، اللقاء يتجدد بكم يوم الغد إن شاء الله. إلى الملتقى.